واحد السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد. كيف العاده حالنا هذا شويه فرح شويه سعاده بحال المره. المهم الدراري باش تعرفوا واحد القضيه، شي لما كنتيش تلبس تي شيرت ويجيك بحال هكا مكروف بحال هكا والدقه تسمع بحال هكا الجليجه عامره طعكو سبيكي، عارف راسك راك ضعيف. فراسك واحد القضيه، كاين واحد النوع ديال الدراري تقدر تضربي بحال هكا يلعب، قوه البنيه الجسمانيه ديالو ما كتحملش ولا تصفيقه ولا ضربه ولا كذا، فهمتي ولا لا؟ فهمتيني؟ كول كول مزيان، كول 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 رزقك، فهمتي ولا لا؟ حنا بحال حنا كناكلو رزقنا ديال مو، كناكلو تيشير ديال مو يجي مزير، ديال مو الاكس ال ديال مو يجي مزير، هذا هو اللي هنا كتسمى عرف راسك راه واكل رزقك، ماشي ثاني تربي لك الكشك دوك كم دليا حجرك ما تبقاش تشوف فيه، فهمتي؟ راه عيب عاوتاني. ولا شي ثاني هذاك النوع اللي كيبقى ياكل فجله خيزوه باش الطراسه ليه الفي وكذا، هذاك الشيء كيدخل في عالم ديال اللالولي. المهم علينا، بغينا نهضروا في واحد الموضوع الدراري. وقبل ما نهضروا في الموضوع نشكركم بعدا، تحياتي لكم واحد واحد، راكم عزيز وغاليين والله الا راكم في القلب دائما في القلب. يعني كنشكركم بعدا على الكومونتيرات ديالكم زوينين، كنشكركم على التفاعل، كنشكركم على كل كلمه طيبه، كل كلمه كتقولوها في حقي هذه بداتها كتسمى يعني شرف كبير ليا، يعني شرف كبير ليا انا الدراري نتلاقى معكم، والله الا شرفني ويسعدني نتصور معكم ونكونوا صحابي ونكونوا خوتي. يعني بالنسبه ليا نتوما حاليا نتوما هما الدار الثانيه ديالنا، يعني خوتي وحبابي وصحابي وكل شيء، يعني بزاف المدن بزاف الدول، يعني فهمتي منهم الجزائر منهم فهمتي. المهم بعد تحياتي للناس ديال الجزائر اللي متبعيني حتى هما، تحياتي لهم واحد واحد وشكرا لكم كاملين الدراري. المهم بغيت نهضر في واحد الموضوع، الموضوع ديال الورش، الورش اللي كيتنوض عليه الروينه في الكوزينه، اللي الورش اللي كيكونوا بعد الوالدين هما اللي ساترينه. دابا ملي كتكون الام والاب في الدار هما اللي كيكونوا العمود الفقري ديال الولاد ديالهم، ديال كلشي، كيكون كلشي مرضي، كلشي كيسمع ليهم، كلشي كيتصنت ليهم، كلشي كذا. في كاين المشكل وفي كاين الخلل باش تعرف بنادم مخبي الغلغوله ديالو، مخبي السم ديالو، مخبي البخت والخبث ديالو، هو ملي كيتفرقوا الوالدين. ملي كيمشيو الوالدين كيبقى الدراري مع بعضياتهم، تما فين كتعرف واش الاخوه ديال بصح حقيقيه او مزوره. وبزاف منهم كيطلعوا مزورين، منهم عداد كيطلعوا مزورين. يعني احنا شفنا عشنا قصص بزاف من هادشي، شفناهم في المحاكم مجرجرين بعضياتهم. ملي ولا الاخ داعي خوه في المحكمه وقف وياه قدام وكيل جلاله الملك، اسيدي هذا انا وردت هاد الارض جات حدا هادي، هو خد شبر من هادي، خد شبر من هادي. شوف بنادم اصاحبي فين واصل، على قبل الطرف ديال 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 الارض قدر طيح توقع جريمه باش يعاف هذيك البلاصه. شوف باش تعرف بنادم ان الورد يقدر كيخرج الغلغوله. وشكون شي هاد مقراج هذا راه يسحب ذهب، هذا راه يسحب ذهب والله العلي العظيم. تيقول لك خويا قسم معايا من هنا، كاين واحد النوع ديال الورث يقول قسم معايا من هنا، كيقول لك بغيت القفاله، كيقول لك بغيت هاد القمقوم ديال هذا، اعطيني انا هذه اليد والله ما يتزاقلوا معاك. ما كاينش مسامحه في الورث. مساخط الوالدين ملي كيبدا يقسموا في الورث راه من شر ما خلق، راه كيديروا الضحك في بعضياتهم، كيضحكوا الناس فيهم ملي كيبدا يقسموا في الورث. راه قرعه ديالي انا ديك ديال الماء اللي عطيني حتى هذه كانت كاسكيطه ديال الوالد، اللي عطيني هذه كان ديالو، راه ليا مقص الضفران ديالو. شو الورث كيدير فقراء مضاربين مع شي ورث، كنا كان شي ورث نيت، فهمتيني؟ علاش هذوك اللي لاباس عليهم كذا كتلقى ملايا بنادم كتشري ثلاثه فيلات اربعه 15 طوموبيل سته شركات، فقراء مضاربين على مقراج، ضاربين لي على غلايه المقراج، ولا مضاربين لي على بقعه ارضيه بحال الميلفاي. اصلا هذيك الارض شحال تساوي؟ ما ساويتها 5000 درهم كامله، ما ساويتها 5000 درهم، مشات قطعه ديال الشراب ومشات قطعه ديال الخيز واللفش، وبنادم ضارب عليها. تخيلوا معايا وكتلقى واحد هز عتله وضارب خوه بعتله وقاسم ليه البارتيه من هنا وكذا، وتحريض العيالات مع بعضياتهم، كتقول يا ويلي مشي باك ني مات، كانت مرضي معاه وخلى لك الارض، خاصك تالي تورث، والاخر المراه تنغز والاخرى تنغز. شكون اللي كينوض هادشي؟ العيالات كينقزوا بعضياتهم، كيخلوا الرجال يطيحوا في المشاكل، والراجل يدخل الحبس والمراه كتبقى تبرع كتجيب الزلال ديالها، ولي هو اللي وارث. وبقى حتى مضارب على الارض ومضارب على الطباسم ومضارب على الطوبيسات ومضارب على هادي ومضارب على هادي ومضارب على في الاخر تمشي للحبس على قبلاش. ما كتصرفوش عليهم. دابا كنا كنتي تاخذ هذاك الفلوس ديال هذاك الورث وكذا دير به شي حاجه، ارض نهار من عقلت في حياتي وحنا كنسمعوا الارض 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 الارض، وكيموت مولاها وكيخلى لواحد اخر، كيموت كيخلى لواحد اخر. انا ورث ارض، انا ما عندي ايش ارض، الا ما كانت غتطلع منها البترول ولا يطلع منها شي حاجه ما عندي ما ندير بها. اش غندير بها؟ ما كاين لا ارض ديال جدي لا ديال با ديال كذا، لا غنشوف فارحه بلادي، لا
تما كاينش هذا، انا ما كنامنش بالفقر فهمتيني، ما كنامنش بهذا الشيء ديال هادشي ديال القدماء وديال لا خاص نشوف في ارض جدي ديال جدي كانت عندها 90 900 سنه ولا كذا. انا كنامن بالعاقه، كاين شي فلوس، كاين شي غطلع منها شي بترول، كاين شي حاجه مزيانه، وشوف الورث حل الله عز وجل، ولكن مفاهمه، كاين المفاهمه، كاين هاك انت باي ديالك، هاك انت باي ديالك بالعدل، كيكون الخوت بالعدل ماشي تخوار فهمتيني. واحد نايض يعبر في الارض كيزيد خطوه من عنده، الاخر ينوض يعبر هادي يزيد خطوه من هك، السرقه المصوفه وباغي يشفر من هنا. انت هاد الارض خديتيها اش غدير فيها؟ تزرع فيها سلاوي غتولي بارك عليه، تزرع فيها الخيزو غتولي بارك عليه، حتى حاجه ما غتصدق لك لانك انت شفار نصاب خضرتي ديتي الناس ديالهم فهمتيني. وقيموا القسط بالعدل ولا تطغوا على الميزان، كل واحد جاتو بارتيه ديالو يديها، كل واحد جاتو شي حاجه يديها. علاش هذيك الفوضى والهضره وغادي في المحكمه ومشوهين بعضياتكم واقفين قدام الوكيل وبلاتي شكون داعي؟ داعي واحد خو ولا اخر داعي اختو داخل عمتو ولا اخر داعي عمو؟ ما فهمتش هادشي، هادشي يلا ولا سبحان الله العظيم. والفقراء راه الفقراء اللي كيدعوا بعضياتهم، الفقراء هما اللي كتلقاهم في المحاكم، الفقراء هما اللي كتلقاهم داعين على الارض وضارب خو قاتل خو داخل قاتل عمو على قبل الشبر ديال الارض، بقعة دين ما قد 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 درهم حرشة منوضين على فوضى ومطيحين على روح. حال هاد الأرض دين ما جات حدا الجرف، هاد الأرض جات كيخرج منها البترول كتضرب بالعتلة كيطلع البترول في البلاصة، اش كيطلع منها؟ ما كيطلع حتى قرية. أرض دين ما أصلا ما كتصب فيها حتى الشتا، ما كتوصلها حتى الشتا ما كتوصلهاش، وباغيين نوضوا على البلبالة وعطيني هادي راه لي أنا شاط لي مقراج، لا تشاط لك براد، لا تشاط لك هادي. علاش هادشي كامل؟ علاش هاد الفوضى؟ علاش هاد الجوع أصلا يكون؟ علاش ما تريحوش اطابل وتفاهموا؟ تا كاين واحد النوع تا كتبغي تبيع هو ما باغيش يبيع، باغي يدير صفر الرويده ما باغيش يبيع، كيدير خشيع صفر الرويده كيقول لك ما باغيش نبيع باغي نبقى هنا. هاد النوع الزكيري كيبقى حتى كيموت، كيموت بحال هكاك واقف كيموت شاد عك فيه. هذا النوع اللي كيكون شاد عك بحال هكا معكس، واحد النوع كيكون معكس والله لا باهي، الا مشى خشى صبعو في الرويده والله لا ديمارات الرويده كيبقى بحكم معكس ودير عك ديالو بحال الفقصه. هو شنو هو البليزير ديالو والهدف ديالو؟ هو انك انت ما تورش وما ديرش لاباس ما توصلش، كيبغي يشوفك ديما فقير حقير، ديما تطلب، ديما كيبقى تبغيك تماط يدهم، ما يبغوكش تزيد قدام، ما يبغوكش تورث حقك، ما يبغوكش تكون بخير في الحياه. هاد النوع راه شتم عرفتهم، اقسم لكم يمينا بزق يسحبوا ريال، بزق شت بزق يسحب يتلف يتلف بحال هكا يسحب ريال ولا شي حاجه، كيامنوا بسميتو شنو نقول لك بالمال اكثر ما كيامنوا بالله. والله يا خويا كاين شي وحدين كيعبدوا المال اكثر ما كيعبدوا الله. علاش كيقول لك الله يجعلها في جيوبنا ماشي في قلوبنا؟ راه انا مشيت تربيت عليها الكبده، راه غتولي تلبس جاكيطه مخيط على الفلوس وما غتصرفش عليها، غتموت وانت داير بحالكم كوفر، غتكوفر بحال فرعون وغتبقى دير امك عبره لمن يرى. سير اخويا بيع وشري ولبس وتهلا في راسك، سير الحج، سير العمره، غسل عظيماتك، فاجي، فوز، صدق. فلوس راه اصلا تخلقت باش تصدق باش تعيش بها، ما تخلقش باش دير في المطمورات ودير في خديمه وتخشيها وتدفنها ولا ديرها في البنكه وخازن وكل ساعه تطلع على البنكه تدق عليهم مع 6 الصباح مضره اش كاين اش وقع زاد اش نقص مناعس لا بالليل لا بالنهار مخدم راسك حتى حاط عاد 8000 درهم مصدع لنا كرنا غادي يجي للبنكه كل ساعه واقع عليهم. فما تسمع شي خبر واقع شوف تي في لاحو على البنكه كتنوض تجري تلبس جلاتك طير عندهم فف اش واقع اش كاين ياك ما فلوسي باقيين الحمد لله راه نخرجهم عاود يدخلهم عاود يخرجهم. كي مرض بسيشيكمو كي مرض فيزيبل ديال راسو كي مرضو بهذاك الشيء ديال الشيء ديال الورش. عرفتي شحال من واحد هنا صاحبي كنشوفو مع صاحبي الوالات ملي كيبغي يقسمو الاراضي ملي كيبغي يقسمو داك الشيء اللي عطاهم الله وداك الشيء الخيرات وكذا، ترى الناس اللي شبعانه راه كيخليو داك الدار شي داك الدار اللي خلوها الوالدين كاع وكذا كيخليوها، كيقول لك هذه الدار ديال الله اللي جايبات اللي جاي ياكل اللي جاي يشرب. ثم طبسيل ديال مو بنادم ضاربو تحت منه هربان بيه باغي يديه معاه باغي يشفرو، اش بقى؟ اش بقى؟ كتقول لي الورد اش من ورد داوين عليه؟ اش من اخوه؟ واش من صداقه؟ واش من احبه؟ مابقاش هذاك الشيء. ملي كانوا ملي كيكونوا الوالدين كيكون كلشي باغي يدير فيها مرضي، كلشي باغي يدير فيها راه مسلم، كلشي باغي ينتقي الله، كيحيدوا الوالدين تما كيبان المسخوط من المرضي. شي اللي مرضي وحق الرب راه ما كيهش الراس، والله خويا الا كيطبق داكشي اللي قالوا لوالديك يبقى عليه، ولي جيعان جيعان، ولي شبعان كتلقى ديما شبعان، ما كيامن، حتى الله ينعلبو هاد الورث والله ينعلبو هاد الفلوس، ترى كلشي غيموت، كنا ميتين، تما كتلقى غدوم لك ولا غدوم لك، كون كان دوم كون دابت هارون وقارون وفرعون ومادون والقذافي كان ياكل بالدم ويقول لهم يا جردان،
ونهار مات مات حدا القوادس. ترى كون كانت دون كون دامت الملوك كون دامت الرؤساء كون دامت ما نعرف كانوا ياكلوا بالذهب وينعسوا بالذهب وفيقوا بالذهب ولبسوا الحرير ولبسوا الجوهر ما خلوا ما داروا على تصرفوا عليه ما تصرفوش عليه. سعداسكي فاعل الخير. شوف اليوم شنو درتي شنو صدقتي شنو فعلتي شنو درتي. اما الورث الله ينعلبو تمنيو تولي ورث مقراج دين مو هذا شنو هو هذا قصديره على قلة المقارج على قلة الصينيات على قلة البريرد على قلة الطواسل ديال الطوس. الطرشي ديال الطوس شنو هو كتحطو كتكون فيه ثلاثه دجاجات في البلاصه. والله ما قفلتي لا فورتي والله ما جيتي دير امك دجاج وعصرتي تما لا طلع. الطرشي ديال الطوس واخدين حنا في المغرب المرأة المغربيه واخده واحد الصوره على داك الطرشي ديال الطوس كتسحبوه مكتوبه في اي كرسي فيه ستين حزم مكتوب تما. طب سيد دين مو مرسوم فيه واحد فروج دين مو طويل عنده عنق طويل بحال بيبي وعنده دوك العباد ديرها كيامنوا به. ناري تهرس الطبسيل ديال الطاوس ناري علاش الطبسيل ديال الطاوس ناري خليتو عندنا نار تما نديركم مالكم على الجوع هذا النوع الطباصل والبريرد الله يخلق خلاص العادي هما تريك المقارج وتريك البريرد وتريك العفن اللي لاباس عليه من دار وارد واحد وارد دين مو مليار و600 مليون 300 مليون 400 مليار كيلي ورث العجب متعجب الطوموبيلات الفيلات وما كيدويش ما كتبقى خارج بخير وعلى خير ما مسوقش الورث. واحد ورثه مقراج منوض عليه فوضى. حنا ورثينا الكنيه ورثينا الكنيه معاكم مش ورثين معاكم الخرا وحاضرين هاه تعاودوا سيرين عندي تريك مقارج